السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الأثاث أينما كنتم. أثاثقة يحييكم ورانا متواجدين دائما وأبدا بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية بازا خاوتنا كما راكم تشوفوا. جبنا لكم الصالون الراقي. الصالون الراقي خاوتنا راه متواجد هنا بمحل أثاثقة. خويا عبد الرزاق واش رايك في الصالون الراقي خويا العزيز؟ خاوتنا هذا الصالون ليكن في علمكم باللي راهو من مجموعة الصالونات الفخمة كما كنتو شفتو الصالون الأمير والصالون الأنيق والصالون ماسيليا والصالون إمبراطور والصالون الملك. هاو ليكم الصالون الراقي. هاد الصالون فخم جدا خوتنا كما راكم تشوفو واللي مخدوم كامل أمبوائات. خويا سليم ما ننساوش خونا عبد الرزاق باللي الصالون هذا راه مصنوع كامل أمبوائات. رمي مسكول طاج اللي راكم تشوفو فيه الآن راه مخدوم باليد خوتنا. شوفو ذاك التاج يعني على الطريقة المصرية. خويا عبد الرزاق القماش تاعو كيفاش داير؟ توجو حنا القماش نخدمو بالأونتي طاش يعني أي طاشة غير باللانجات وتمسح. خويا سليم مام المطلة تاعو توجو هادي راهي مخدومة في الأش إر يعني النوعية الممتازة خوتنا. والحاجة الجميلة في هذا الصالو خوتنا أنه راهو دوبلو فاس يعني كما راكم تشوفوا في الكمخة تقدروا تبدلوها خوتنا وتردوه يعني عادي بدون كمخة خوتنا. واش فاهم عليكم غير تقلبوا المطلة تاعكم يا خويا عبد الرزاق. الدو بلاص تاعو بزاف شابة خوتنا. دو بلاص كيما راكم تشوفوا بزاف شابه توجور كيما قلت التستيل ايجيبسيان سكولتور بزاف شابه راهي بالدوري خاوتنا وراهو مرفوده على الارض خاوتنا. خدمه بزاف بزاف شابه اقل ما يقال عنها خويا سليم انها جميله بارك الله فيك جدا. خويا عبد الرزاق كتكلمت عفوا باللي مرفوده على الارض هذا راح يساعد النساء الجزائريات خاصه اللي يحبوا يسيقوا تحت الصالون تاعهم. خويا عبد الرزاق حبذا لو تحكي لنا على لافينيسيون تاعو كيما راهو نشوفوا الان في الصوره. خويا سليم توجور في محل أثاثقة مبازيو بوكو بلوس على لافينيسيون مام الخياطة ما راحش تعرفها يعني تلمو لو صالون اي بيان فيني ما نقدروش نميزو الخياطة حتى نتقربو خوتنا مليح مليح باش نعرفو باللي راهو مخيط خوتنا. لافينيسيون توجور مبازيو عليها مام الظهر تاعو خويا سليم راهو مخدوم بزاف شباب. خوتنا الظهر تاعو راه مخدوم كذلك بالكابيتوناج وبالأونتيطاج خوتنا مام خوتنا البونكات تاع إن بلاص راهي بالموتيف وراهي بالبوئات خوتنا. وشوفوا لي زاكو دوار تاعها كامل اون بوات بهذيك سكولتير خاوتنا اللي زادت طبعت لو صالون تاعنا. خويا عبد الرزاق باين بلي هذا الصالون راهو بارمي لي ميور صالون اللي راهم موجودين هنا في محل أثاثقة. اكيد مادامو من عائله الملكيه هو صالون من اجود وافخم الصالونات اللي راهي متواجده في محل اثاث الثقه. شوفوا الان بلاص تاعو شوفوا ذيك الخدمه خاوتنا شوفوا ذيك الخدمه خدمه ما شاء الله. توجور الصالون هذا راهو في السيت بلاص خاوتنا خدمه بزاف متقونه خاوتنا. اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر ما عليه غير يتصل بينا على الارقام اللي ظاهره الان في الاطار الاحمر. خويا عبد الرزاق حبذا لو تقول لنا السعر تاع لو صالون. بالنسبة للسعر خوتنا هذا راهو ب 36 مليون و 800 مع خدمة التوصيل ل 58 ولاية. ونذكركم باللي هذا لو صالون بزاف شباب بزاف فخم. ماذا بينا تخلونا لي كومونتير خوتنا وتقولوا لنا الآراء تاعكم على هذا لو صالون. وأنا واش بقى لي نقول لهم خويا سليم تهلاو في روحكم. سلام السلام عليكم.